مساء الخير والفل والياسمين على كل بنات وستات مصر. يوم جديد وحلقه جديده وقربنا خلاص على نهايه الاسبوع، ويا رب يكون كلامنا كده خفيف وحلو على قلبكم. مساء الفل عليك يا ساره. مساء الفل عليك يا نرمين. احنا مش هنقول لكم احنا بنضحك على ايه. لا يعني مش هينفع. بس مساء الفل والسعاده والجمال على كل حبايبنا اللي دايما بيتابعونا في برنامج كلام البنات على شاشه قناه تان تي في. ويوم جديد وفقرات مختلفه وشتاء قوي النهارده، الجو شتاء جدا. الصبح بدري كان الجو هوا وسقعه. وكمان شايف غاده النهارده في مطبخك، النهارده كانت عامله قلقاس، يعني اكله شتويه جدا. يعني النهارده جو برد والشيف غادة عامله قلقاس، فالاستوديو النهارده في بيتك ومطبخك الاستوديو النهارده كله كده بجد ريحته شتا خالص. النهارده شتا وقلقاس وحاجات حلوه. يعني الشيف غادة بجد احنا بنشكرك على الاكل اللي احنا يعني نفسنا، بس ما بنلحقش والله، عشان احنا هي دوبك بتخلص واحنا بندخل على طول. يعني بعدها على طول محشي. انت تقولي عايزه محشي؟ انا ما قلتش حاجه. انت ما قلتيش حاجه؟ لا خالص. انا بقول لك ايوه. طيب عندنا النهارده موضوعات كتير جدا ومهمه، زي موضوع القايمة، أزمة قبل الجواز وأزمة بعد الانفصال. والسؤال اللي هنطرحه النهارده على حضراتكم، هل بتوافقي إن أنت تلغي قايمة المنقولات، القايمة يعني ما تكتبيش أي حاجة قبل الجواز، ولا لازم القايمة دي تتكتب علشان تحافظي على حقوقك؟ هنعرف الآراء دي كلها بعد شوية، وعايزة تليفونات حضراتكم من الناس اللي اتجوزت وبعد يعني لا قدر الله حصل لها انفصال، هل فعلا القايمة دي مفيدة ومهمة وإن أنت بتحافظي على حقوقك؟ وعايزة الناس كمان البنات اللي مخطوبين وداخلين بقى على جواز، كتبوا قايمه ولا ما كتبتوش؟ انت كتبتي قايمه؟ تقريبا. سؤال محرج على ما اعتقد. انا عايزه اقول لك على حاجه، اصل احنا كشباب في حاجات بنبقى شايفينها يعني ليه وبنبقى شايفينها تافهه شويه، لكن الاهل بيبقوا ليهم وجهه نظر في الموضوع ده، لان هم بيبصوا لقدام قوي، بيبقى عندهم بعد نظر للفكر انه لو حصل انفصال، لو حصل غدر من اي من الطرفين، او حصل عدم تفاهم او فهم بيضمنوا حق البنت. ما اعرفش، هو ليهم وجهه نظر. بصي، هو انا ماشي، انا موافقه على فكره على الراي ده جدا، وان الاهل بيبقوا عايزين دايما يضمنوا حقوق بنتهم وان هم يخافوا عليها وكده. بس انا دايما عندي مبدا، البيت نفسه كله اتخرب خلاص، يعني البيت راح والاسره في ناس تانية بتقول بقى ما يتخربش من كل النواحي. ما اعرفش، انا هتبقى يعني هبقى على حبه خشب وحبه تفاصيل انا شايفاها ملهاش لازمه. انا تصدقي لازم اسال بابايا احنا عملنا كده ولا لا. انا لازم افتكر الحكايه. انت ما تعرفيش انت عملتي ايه؟ انا نسيت جدا، اصل التفصيله دي بصراحه انا ما كنتش حاضره تفاصيل. هي كمان خلي بالك بتبقى عادات وتقاليد، يعني في محافظات معينه لا عندهم، واسر معينه عندهم العاده دي. بنت خالتك كتبت قايمه، ومش عارفه مين ابن عمتك كتب قايمه لمراته، مش عارفه عامله ازاي. وفي ناس بقى كمان بتكتب في القايمه ايه، مش بتكتب بس الخشب، لا ده بيكتبوا والله العظيم الذهب، بيكتبوا الذهب وبيكتبوا الصيغ، بيكتبوا ذهبها هي الشخصي ولا ذهب اللي هيجيبه لها. لا ذهبها هي الشخصي، يعني حتى اللي هو ما جابهاش اللي هي بتاعتها بتتكتب. يعني انا كنت مره تدخلت في قصه زي دي، يعني واحده صاحبتي وجوزها كانوا بيتجوزوا، وهي عايزه تكتب، او اهلها، مش هي يعني اهلها عايزين يكتبوا ذهبها اللي هي بتاعها هي الشخصي، فبيقولي انا ما جبتوش اكتبه ليه؟ وبتحصل للاسف مشاكل كتير جدا، وممكن والله جوازات تبوظ بسبب القايمه. موضوع مهم هنفتحه النهارده وهنتناقش فيه مع ضيوفي الاعزاء ومع حضراتكم. مستنيه كمان تليفوناتكم معانا. كمان النهارده كمان هنتعرف على قصه نجاح فنان شاب بدا السلم واحده واحده، من اول مصور فوتوغرافي لحد ظهور قوي جدا في مسلسل الاب الروحي. هنتعرف عليه بعد شويه، هو الفنان الشاب باهر النويهي. واعتقد انه مسلسل الاب الروحي يعني طلع لنا نجوم شباب كتير جدا، هتبقى نجوم شباك كمان في المستقبل. يعني بنشكر المنتج ريمون مقار والمنتج محمد محمود عبد العزيز بجد على ان هم بقالنا كتير جدا ما شفناش مسلسلات فيها كم النجوم ده من الشباب، وبقوا نجوم على فكره. أيوة. يعني هم طالعين في ممكن يكونوا ادوار صغيره، بس بجد بيمثلوا حلو جدا، ادوهم ورش تمثيل، بقوا الناس دي بجد ليهم ان شاء الله يكون مستقبل كبير جدا. طيب كمان النهارده معانا روشته خاصه جدا هتقدمها لنا الصيدلانيه دكتوره منى شوقي، استشاري تنميه الموارد البشريه وطب النفس الايجابي. روشته ايه بقى؟ الوقايه
طيب اللي كلنا الحقيقه بنقولها لكن ما بنعملش بيها حاجه خالص، يعني هنعرف احنا ازاي نخلي بالنا من صحتنا علشان ما نروحش للدكاتره، يعني خاصه الامراض اللي بيكون سببها الضغوط العصبيه. خلي بالك احنا معظم الضغوط يعني او معظم الامراض بتبقى نتيجه ضغوط عصبيه، يعني قولون عصبي، ضغط انت نتيجه اتخانقتي او في مشكله، والسكر. فيعني ما نتعصبش. والسكر، وما تنسوش يا جماعه حمله مليون صحه، يعني 100 مليون صحه لسه شغاله، اوعوا تفرطوا في حقكم، لازم تنزلوا تشاركوا في الحمله، تروحوا تكشفوا على نفسكم وتطمنوا على نفسكم. انا عملت فقره خاصه عن الموضوع ده اتذاعت اول امبارح، وعملت فيها لقاء مع دكتور محمد اسماعيل، وهو دكتور طبعا عميد معهد القومي للكبد والامراض المتوطنه، لازم تروحوا تكشفوا. انا كشفت الحمد لله، كان في ناس كتير هناك، ناس كتير جدا بجد. كويس. بعدين انا كنت هناك بدري قوي، انا كنت هناك الساعه 8 الصبح، فيعني كنت هناك 8 الصبح، كان في ناس كتير، بس هم بتقلي بيقفلوا او بيخلصوا في ميعاد معين، او في ميعاد لحد 4 أو 5 تقريبا، يعني انا مش عارفه، بس يعني خلينا نبقى نسال برضو ونقول لحضراتكم، لان دي حاجه مهمه جدا. بالتليفون يعني في خط ساخن وفي تليفون نقدر نتصل نعرف اي حاجه، والاماكن كتير طبعا على مستوى الجمهوريه. خبر يليق ببلدنا هنبدأ بيه النهاردة. النهاردة مصر استلمت مقعد رئاسة مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب اللي هتترأسه الدكتورة غادة والي وزير التضامن الاجتماعي. طبعا ألف ألف مبروك لينا، وألف مبروك لمصر، وألف مبروك طبعا في اختيار القيادة النسائية الدكتور غادة والي. حاجة مشرفة جدا طبعاً. الحقيقة خطواتها رائعة وسباقة دايما بحاجات كتير جدا تحسب لها في مسيرتها وفي مشوارها. فطبعا ألف ألف مبروك دكتور غادة والي لكل السيدات والنساء. طبعا ان شاء الله الفترات الجايه فترات مفرحه ويعني منوره بينا ان شاء الله. الله يا رب. خليني اقول لكم كمان ان اجتماعات مجلس وزراء الشؤون الاجتماعيه بدات بكلمه الوزير الشؤون الاجتماعيه بالكويت هند صبيح براك، واللي بعد كلمتها مباشره اعلنت تسليم رئاسه مجلس وزراء الشؤون الاجتماعيه للدكتوره غاده والي وزيره التضامن الاجتماعي بمصر. ألف مليون مبروك لمصر، ألف مليون لحضرتك يا دكتوره غاده، حضرتك فعلا يعني اقدر حد تستحقي هذا المنصب. طيب تعالوا نروح بقى لحاجه ثانيه. معايا النهارده خبر مختلف جدا الحقيقه. اللواء محمد علي حسين مدير امن الاسماعيليه عمل حمله على الكافيهات والملاهي ومحلات البلاي ستيشن عشان الطلبه اللي بيزوغوا من المدرسة طبعا. وفعلا الحمد لله اتعملت في كل الكرة وفي كل المراكز، واتصلوا بقى الجهات الرسمية بأهالي الطلاب اللي جم خدوهم بعد ما عرفوا انهم بيهربوا من المدرسة. الحملة جميلة قوي، وياريت تعمم في كل محافظات الجمهورية. الأهالي يا جماعة بيدفعوا دم قلبهم علشان ولادهم يتعلموا وهم بيهربوا من المدرسة عشان يلعبوا بلاي ستيشن. فحاجة يعني حاجة توجع القلب بصراحة. لو تعرفوا وإحنا صغيرين كمان، أنا ما كنتش أعرف أنه أهلي بيتعبوا جدا عشان يعلمونا، ويتعبوا جدا عشان يخلونا عايشين في مستوى اجتماعي معقول وكويس. بجد لازم يعني أنتوا كمان تتحملوا المسؤولية. لو إحنا تعلمنا ببلاش يا سارة. ده طبعا. بجد ده طبعا. يعني جيلنا احنا اتعلمنا بملاليم ببلاش بجد. مش ببلاش. انا بتهيالي بنتي لو عرفت انا اتعلمت جنب بكام ممكن تقولي انت ما اتعلمتيش. دي تمن مثلا ترم عند تاليا في المدرسه. ولا ترم حتى. ولا ترم. لا الدنيا مختلفه جدا. ولازم الاولاد الصغيرين اللي في السن، وعلى فكره مش صغيرين، انتوا مش صغيرين خالص، لازم تتحملوا مسؤوليه معانا ومع كل الاهالي واولياء الامور. تتحملوا مسؤوليه معانا بجديتكم ومسؤوليتكم، انتوا تاخدوا بالكم من اللي احنا بننزل نجتهد جدا علشان نوفره لكم. يعني للاسف ان في اولاد ما بيبقوش حاسين بهذه القيمه. معلش للاسف. والله بجد يعني في اولاد يعني، وانا ابني واحد منهم والله، يعني عادي يعني، يعني كل حاجه عندهم سهله وكل حاجه عندهم بسيطه، وايه الفلوس عندهم بقت دلوقتي بلا قيمه. يعني 100 جنيه زي 200 زي 300 بقت بلا قيمه. بس بقى احنا لو الاولياء الامور ما دققوا يعني تجاهلوا تماما فكره الدلع دي، وان احنا نعرفهم لا ان ال 100 جنيه بتعمل حاجات وبتشتري حاجات وبتساعد ناس كتير وبتبقى مهمه قوي عند ناس كتير، اعتقد انه الاطفال. وحاجه كمان انا عايز اشكر عبير عبد الستار رئيس تحرير برنامج كلام البنات. ليه بقى؟ فكره الثواب والعقاب. انا كنت بتابع مع ابني والله الثواب والعقاب، بس ايه ممكن اعاقبه لمده كم ساعة وانا انت عارفة قلبي رهيف قوي، فاروح متراجعة عن العقاب. يعني كنت بعاقبه من كام يوم في موضوع، وعبير بجد عبير انسانة انت عارفة حازمة جدا، قالت لي ما تتراجعيش واعملي وكده. ففكرة الثواب والعقاب بقى بشكل عام مع ولادنا، يعني مثلا الولاد اللي هربوا من الكافيه من المدارس وراحوا كافيهات وراحوا بلاي ستيشن، اهاليهم عملوا ايه؟ انا
اعتقد يعني على ما اعتقد انه ما ممكن ما يكونوش عملوا حاجه حبيبي خلاص كده وما ينفعش وخلاص وعادي بالموضوع عدى. لكن انا دي كانت حاجه بالنسبه لي كانت فايته، مش فايته عليا، كنت خلاص ممكن اعديها. لكن فكره ان يبقى في عقاب، والعقاب على فكره ما بيبقاش بالضرب، لا طبعا يعني لأن ولادنا تماما كبروا، يعني لانه الضرب على فكره بيبقى وسيله انه خلاص يعني هي علقه وتفوت ومحدش هيموت. فلا لا، الضرب طبعا باهانه كبيره جدا وبيخلي الانسان يتعود على اهانته وبيبقى شيء طبيعي. لا انا ما انا عايزه اشكرك يا عبير والله بجد، عايزه اقول لك يا عبير ان العقاب فعلا جاب نتيجه بجد والله بجد. شكرا 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 احكي مره بس حاجه صغيره جدا، بنتي كانت معايا في الاستوديو مره وعبير عماله تنكش لها شعرها، فبنتي قالت لها انكشيهولي كمان انكشيهولي كمان وهي تنكش اكتر. لا يا عبير طبعا جميله بصراحه. لا بجد والله مش بنشكر فيها، بس بجد هي انسانه تربويه يعني حتى ما شاء الله الله اكبر مربيه اولادها حلو جدا. احنا كمان بنتعلم منها، مش عيب ان احنا نتعلم من بعض على فكره، يعني حتى في سننا ده انا ممكن اتعلم منك حاجه طبعا. انت تتعلمي طبعا مني حاجه. لا ومحمد ومريم ما شاء الله عليهم، محمد راجل ومريم برده ب 100 راجل. طيب خلونا نروح لحاجة تانية، وبما اننا بقى في ال 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، هنشوف دلوقتي تقرير عن ندوة اتعملت برعاية المجلس القومي للمرأة ازاي تحمي المرأة نفسها من اي عنف. تعالوا نروح نشوف التقرير، بعد التقرير نطلع لفاصل. بعد الفاصل القايمة نلغيها ولا نخليها؟ بعد الفاصل. فعالية اليوم لقاء مع وحدات مكافحة العنف المنشأة في الجامعات لهذا الهدف، ومنشأة بمجهود المجلس وبمشاركة المجلس، وهم على تواصل مع المجلس لتحقيق الهدف. لأن العنف توضع له استراتيجية عام 15، توضع له استراتيجية عامة عام 2000، استراتيجية تنمية المرأة، وكلها بهدف القضاء على كافة أشكال العنف ضد المرأة. لينا شغل كتير مع الجامعات، خاصة بعد إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة اللي تم إطلاقها في 2015، وكمان بعد نتائج الدراسة الاقتصادية لتقدير العنف القائم على النوع الاجتماعي اللي أعدها المجلس بتاعهم مع جهاز التعبئة العامة والإحصاء، وأظهرت إن في 16,000 من الفتيات في المؤسسات التعليمية فوق 18 سنة بيتعرضوا للعنف، و6 مليار بتتحملهم الدولة نتيجة تعرض المرأة للعنف، إلى جانب 200,000 يوم بتفتقده الدولة نتيجة تعرض المرأة للعنف. احنا بنستفيد من بعض المناسبات زي مثلا ال 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة اللي هم عشان كده احنا لابسين برتقاني. فاحنا كل يوم من الايام ال 16 يوم دي بيبقى فيه فعاليات مختلفة في جميع الكليات بتاعة جامعة القاهرة. احنا عندنا 25 كلية ومعهد، فكل يوم بيبقى فيه فعالية او اتنين في كلية من الكليات. كلنا عارفين ان الجامعة المصرية هي بيت لتخريج الاجيال التي تتحمل مسؤولية كل شيء في مصر في المستقبل، وهم الشباب طبعا اهم عنصر من عناصر الدولة، وبالتالي تثقيفهم وتوعيتهم وتدريبهم وتعليمهم وخاصة في قضايا المساواة والفرص المتكافئة وعدم التمييز والعدالة ممكن يبقى عنده نوع من الثقافة تتعلق بقبول الآخر، بالمساواة، بثقافة التسامح. بنشوف وبنتابع المشكلات اللي بتحصل بسبب القايمه سواء كان قبل الجواز او بعده. دلوقتي في جدل حوالين القايمه، ناس بتقول لا لازم اكتب قايمه وتكتب كل اشياء في البيت علشان اضمن حقي واحفظ كمان حقوقي، وناس ثانيه بتقول لا دي عاده اجتماعيه قديمه وان العاده دي لازم تتلغي علشان ده بيقلل من قيمه المراه وان الحكايه مش فلوس وعفش. خلونا نطرح الموضوع ده بكل تفاصيله مع ضيوفي اللي منوريني النهارده في استوديو كلام البنات، دكتور ايمن عطله المحامي والخبير القانوني. دكتور ايمن اهلا بحضرتك، منورنا. كمان استاذه فادي عبود الكاتبه الصحفيه. استاذه فادي اهلا بيكي. اهلا بيكي. كمان استاذه اماني الهواري الكاتبه الصحفيه، اهلا بيكم. اهلا بيكي. موضوع القايمه وموضوع يعني الحقيقه في جدل كبير جدا بيحصل بسبب الموضوع ده، وجوازات بتبوظ بسبب موضوع القايمه. خليني ابدا باستاذه اماني، وحضرتك شايفه ان البنت قبل ما تتجوز هل المفروض ان هي تكتب قايمه علشان تضمن حقوقها ولا لا؟ الحقيقه انا شايفه ان موضوع القايمه دوت عاده قديمه جدا ومشاكلها اكتر من مميزاتها. يعني انا ضد فكره كتابه القايمه اصلا،
ايه الميزه اللي بتعود على البنت في كتابه القايمه؟ مفيش اي حاجه، مفيش اي ضمان للحقوق. اولا انت بعد 3 4 سنين العفش اللي انت بتكتبي له قايمه ده ما بيبقاش كويس، بيبقى خلاص قدم وتهالك، تمام. رقم 2 انت لو اصلا متجوزه واحد ما هوش كويس مش هيديكي قوايم، وممكن يذلك لحد ما تتنازلي عليها. اهم حاجه بقى ان القايمه اتسببت في ان جوازات كتيره جدا تنتهي قبل كتابه الكتاب، وقت كتابه الكتاب بتنتهي الجوازه. ليه؟ لان حصل خلاف على كتابه القايمه، بيبقى فيها ارقام مبالغ فيها، فيها حاجات بتتكتب وما بتتجابش، الاسرتين كل اسره فيهم بتحس انها دخلت في حسبه، انا هكسب ان انا هكتب البنت قايمه كبيره، صفقه يعني بالظبط، كلها حسابات ماديه. انا بس هم اكيد بيبقوا عايزين يعملوا بنتهم، هو ده دماغهم كده كده. البنت متامنه في مؤخر لو لا قدر الله حصل طلاق، في نفقه، يعني هي متامنه ماديه من حاجات تانية. بعدين في كمان اجحاف للشاب، الشاب بيبقى هو يعني مشارك مساهم بشكل كبير جدا في العفش، مع ذلك كله بيتكتب باسم البنت. في كمان حاجات بتتكتب بشكل مبالغ فيه زي مثلا الذهب، احنا بنلاقي في ناس بتكتب جرامات ذهب، ودي حاجات كلها مبالغ فيها، ما بيبقاش فيها في ثقه ما بين الطرفين، كل طرف فيهم عايز يفوز، انا اللي عايز اكتب قايمه، لا انا مش عايز اكتب قايمه، وتلاقي خلافات كتيره جدا. وحتى بعد الجوازه بتفضل برضو الاسرتين كل اسره فيهم لو حصل مشاكل في كتابه القايمه متحفزه للثانيه. طيب، وبيفضل الموضوع النفسي موجود ما بين الطرفين. طيب خلينا نروح لاستاذه فاديه، ورايك ايه في كلام استاذه اماني؟ بتقول لك ان القايمه دي عاده قديمه وان هي المفروض خلاص تتلغي. طيب خلينا نبدأ من البداية، إن الجواز أساسه إيه؟ الجواز أساسه السكينة والرحمة والمودة. من قديم الأزل معروف إن الراجل هو اللي بيجهز عيش الزوجية، ومن أيام الصحابة ومن أيام الرسول، وبيقدم مهر وبيقدم الشبكة وبيقدم الصداقة. مع اختلاف الأوقات ومع ارتفاع الأسعار ومع ظروف الاقتصادية الطاحنة، ابتدت الأسر تشارك في تكلفة البيت وتشارك في تأسيس البيت. إذن القايمة هي أمانة، يعني هي بتشارك، بتعمل دلوقتي معظم الجوازات بيبقى النص بالنص، ما بيكونش هو مشاركة. ما بيشيل بالظبط. وفي بعض الأسر كمان بتفرش البيت كله، خلاص أنت هات الشقة وإحنا هنفرش البيت كله، فبيبقى إذن الأسر بتتحمل. فدلوقتي أنت واخد بنتي أمانة، وواخد كمان تأسيس المنزل كمان، ده أمانة ليك. وقت النزاع أو وقت الطلاق أو وقت ما بتبقوا مش مختلفين، المفروض أن أنت بترد الأمانة. في ناس بتقول أن القايمة مش من الشرع. طيب إذا كان دلوقتي موجود فتوى على موقع دار الإفتاء المصرية أن هي مش من الشرع، بس هي من العادات والتقاليد، العادات والتقاليد بتبقى مصدر تشريع طالما لم تتخلى. بجد لما الواحده بتبقى بايعه والله بتبيع كل حاجه، وبتبقى خلاص مش عايزه، يعني عايزه زي ما بنقول ايه، تنفد بجلدها. طب احنا عموما سمعنا وجهتين نظر، خليني اسمع بقى راي قانوني عشان كمان نعرف الشباب اللي داخلين على جوازات. وعندنا 2 يا دكتور ايمن من فريق الاعداد داخلين على جواز، هيمضوا قايمه برضه. اكتبوا قايمه، اكيد هيمضوا قايمه. طيب القايمه دي حاجه قانونيه ولا غير قانونيه؟ هي ما فيش في الشرع حاجه اسمها قائمه منقولات في الشرع. لا مفيش خالص في الشرع حاجة اسمها قائمة منقولات. تمام. في الشرع في مهر متعارف عليه، ان الزوج او العريس يعني بيدفع للعروسة مهر. زي ما قالت الأستاذة، في فترات اقتصادية معينة كان حصل يعني أزمة اقتصادية، بدأت الناس تشارك في تأسيس منازل الزوجية، يعني أسرة الزوجة تشارك عشان يحفظوا حق بنتهم، فكانوا بيكتبوا المنقولات الزوجية دي في قائمة ويمضي عليها الزوج علشان وقت ما يحصل انفصال. بيكتبوا يا دكتور بقى، بيكتبوا العفش اللي العريس جابه، خليني اقول لحاجة، ولا الذهب ولا كل حاجه؟ على حسب بقى. أوكي. زي ما اتقال هو ده بقى عرف، والعرف مصدر من مصادر القانون، فاصبح كانه قانون. النهارده اي شاب بيتقدم لفتاه عشان يتجوزها بيبقى اول شرط الاهلها انه يكتب قائمه منقولات. تمام. في ناس بقى عندنا بقى مشاكل في المساله دي. في القايمه قبل الدخول والقايمه بعد الدخول، يعني في مثلا ناس بتكتب الكتاب بس ما بيحصلش دخول، فهل يا ترى القائمه هنا من حق الزوجه او من حق الفتاه ولا مش من حقها؟ هنا مش من حقها لان ما حصلش دخول. تمام. طيب انت بتتكتب ازاي القايمه؟ استلمت انا فلاني الفلاني رقم. ركزوا يا شباب، نعرف الناس بقى عشان اللي داخلين على جواز. وعايزه اقول ان تليفوناتنا يا جماعه كمان مفتوحه، لو اي حد عنده استشاره قانونيه للدكتور ايمن برضو او حابب يشارك برايه معانا، تليفوناتنا هتظهر قدام حضراتكم على الشاشه دلوقتي. اتفضل يا دكتور. استلمت انا فلاني الفلاني، اسمه، الرقم القومي، ما هو آتي بيان، وبيتعمل جدول بتكتب فيه المسلسل، صنف
الحاجه اللي هتتحط يعني غرفه نوم مكونه من يعني تحدد بقى الغرفه يعني عباره عن كذا 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 لونها ايه تمام والسعر جنبها ده وبيتكتب. في ناس بتحط الذهب اللي هي الشبكه وفي ناس تانية ما بتحطهاش. في الاخر خالص بيتكتب انه استلم هذه المنقولات على سبيل الامانه ويردها اليها متى الطلب. على فكره ممكن تطلب القايمه وهي على ذمته وهي متجوزاه مش شرط عند الطلاق لانها ما لهاش علاقه بالطلاق ما لهاش علاقه بانتهاء العلاقه الزوجيه. يعني انا ممكن ابقى قاعده مع جوزي في البيت واروح ارفع عليه قضيه يعني طبعا وتقول عايزه بس الأيام. لا دي سيده بصراحه في البيت خليني اقول لك يا دكتور ان في حاجات بتتكتب في القايمه بتبقى حاجات مستهلكه إيه الهدوم الصيني الحاجات دي ما الصيني ده ممكن يتكسر هتاخدها فلوس تاخدها فلوس عشان كده بتكتب القيمه هي هو ملزم بردها بالحاله التي كانت عليها ساعه ما اتجوزها يعني جبت مثلا طقم صيني مثلا بخمس قروش طقم عدد مش عارفه صيني يجيب بداله يدفع ثمنه يجيب بداله يدفع ثمنه بس. طيب ويعني خليني اقول لك ان مثلا بيبقى في ناس متزوجين من فتره من 30 40 سنه وبيحصل انفصال القايمه القيمه الماديه بتبقى قليله جدا بتتحسب ازاي يا دكتور يعني القيمه الماديه بتبقى مثلا 1000 جنيه القايمه عباره عن ايصال امانه يعني هي بالظبط ايصال امانه انا استلمت حاجه هرجعها يا اما بحالتها يا اما بالفلوس المقدره ليها لكن ما بنقولش دي من 30 سنه او من 20 سنه ما بنقولش الكلام ده طيب. لان كمان انا بنصح الناس القايمه ما تترخش ليه بقى يا دكتور لان جريمه التبديد هي جريمه وقتيه تنتهي فور وقاحه يعني المفروض ان انا ما بترخش القايمه ترخى ليه انا استلمت الحاجه دي بدون تاريخ سيبها كده احنا بندي نصيحه بقى للناس يعني علشان ما نرفعش قضيه القايمه وبعدين تاخد حاجه اسمها سقوط بتقادم لان الجريمه تنقضي بمدير 3 سنين اوكي طب احنا برضو خليني اقول لك يا دكتور معانا كانوا حالات برضو بعتن لنا ان الزوجه خدت العفش ورغم كده هي عملت تبديد للمنقولات الزوج يعمل ايه ممكن برضه الزوج مظلوم بكل طرق الاثبات يعني يستطيع ان هو يحرر محضر نقول بقى للزوج لو الزوجه خدت العفش حضرتك من فضلك اطلع على اسم الشرطه اعمل محضر اداري محضر اثبات حاله ان الزوجه استلمت العفش هياخد 2 شهود ويقولوا ان الزوجه نزلت بالعفش خلاص اثبت حقه في ان العفش هي مشكلة. خدته هي المشكله الحقيقيه في الذهب لان الذهب الزوجه دايما بتاخد الدهب معاها يعني اول حاجه بتعملها الست اول ما تزعل من جوزها ايه لا هي مش اول ما تزعل هي وهي اول ما تتجوز وتدخل بيتها تروح مودي الدهب عند مامتها على طول صح كده ومع ذلك الدهب مكتوب فدي دايما مشكله بتقابل برضو الازواج حال لما زوجة ترفع دعوه تبديد او جرح التبديد بخصوص القايمه بتبقى الدهب بتبقى مشكله كبيره جدا طيب خليني ارجع تاني للاستاذه اماني وحضرتك انت بتقولي لا يعني القايمه دي عاده قديمه والمفروض ان هي تتلغي تماما عشان دي بتقلل من قيمه المراه طيب المراه او السيده او الزوجه تحمي حقها ازاي تعمل ايه هو مبدئيا في اكتر من وسيله الست بتحمي بيها حقها في لو الست اتطلقت مثلا او انفصلت عن زوجها في مؤخر في نفقه دي الحقوق الشرعيه ليها لكن القايمه بس خلي بالك هي لو عملت خلع دكتور ايمن برضو يعني ايه شاركني بتتنازل عن كل ده يعني في الخلع بتتنازل عن كل حاجه الست لما بتوصل لمرحله الخلع بيبقى عندها استعداد تتنازل عن كل حاجه ممكن اصلا القايمه تكتب عليها تنازل حتى لو هي هتتطلق بس ممكن تتنازل عن المؤخر وعن النفقه وعن القايمه من ضمن الحاجات تتنازل عليها بس عشان تحصل على الطلاق هي برضو خليني ارجع لدكتور ايمن هو القايمه لو واحده عملت خلع ما القايمه مش التنازل عن الحقوق الشرعيه اللي هي مؤخر الصداق نفقه العده نفقه المتعه نفقه الزوجيه بس كده لكن نفقه الصغار لا تستطيع التنازل عنها ملهاش علاقه بالخلع ملهاش علاقه ولو جينا بقى اتكلمنا في الحقوق فالقايمه ما هياش من حق الست كلها يعني هي زي ما قلت لك في البدايه هي بتكتب كل العفش غالبيه الاسر يعني بتكتب كل العفش باسم الزوجه طب هي مش اولا هي مش جايبه كل العفش ثانيا مشاركه الزوجه نفسها في انها تشارك في الاساس دي خلت فيه سلع وحاجات مستهلكه زي مثلا النيش يا ده اتعملت عمليه حملات النيش ده المصريه يعني مساهمه الزوجه بالعكس انا من وجهه نظري انها زادت من الاعباء الماديه ما قللتهاش على الشباب يعني لو دورت هتلاقي الشاب بيجيب الحاجات الاساسيه اوضه النوم اوضه الصالون اوضه السفره الحاجات الاساسيه هو اللي بيجيبها وتلاقي غالبيه اللي بتجيبها حاجات كلها مستهلكه فاذا الموضوع ما فيهوش مشاركه حقيقيه طيب خليني اروح كمان للاستاذه فاديه حضرتك من المؤيدين جدا لفكره ان وجود قايمه منقولات ايه تاني عندك في الجواز او في يعني في مؤسسه الجواز او يعني منظومه الجواز زي ما بنقول متمسكه بيه وانه لازم يكون موجود ما يتمش الاستغناء عنه ابدا الشبكه بص لانه هو ايزي كام ايزي جو
ومش شرط تكون ذات قيمه، يعني مش شرط تكون الماس، بس على الاقل دي الهديه الوحيده اللي بتطلع بيها الست من يعني بتحس بقدرها فيها يعني. المؤخر، ولو ان المؤخر اصلا بعد مضي وقت كبير ما بيكونش ليه قيمه. بس لا، ما انا برضو محتاجه بسال دكتور ايمن، بس احنا معانا التليفون، عن المؤخر هل المفروض الزوج يديه لزوجته اول ما يتجوزها ولا لا؟ بس ناخد تليفون وارجع لحضراتكم تاني. علي اهلا بحضرتك، اتفضل. الو استاذ علي. طيب حاول تكلمنا مره تانية يا استاذ علي. طيب كنت بتتكلمي برضو عن المؤخر، واستاذه فاديه ذكرت المؤخر. المفروض يا دكتور ايمن ان الزوجه لما تتزوج تاخد المؤخر بتاعها ولا لا؟ تاخد وقت ما هي عايزه. الزوجه تستحق مؤخر صداقها عند الوفاه او عند الطلاق او الزوج يديه لها اثناء استمرار الحياه الزوجيه. طيب خليني اقول لك، لو الزوجه بقى هي اللي بددت المنقولات، يعني نعكس الموضوع، يعني هي خدت بتاعتها، يعني ما في قايمه وهي بددتها؟ هي خدت العفش وبعد كده اثبت ان هي فعلا زي ما قلت لحضرتك من شويه، خدتها وهو ثبت ان هي اللي خدتها، خلاص ما فيش قانونا. اي عقوبه، ما فيش عقوبه على الزوج، هي على الزوجه، لا على الزوجه ما فيش عقوبه عليها، ما هي خدت القايمه بتاعتها وهو اثبت فاستلمت منقولاتها، فخلاص ما فيش عقوبه. هي عقوبه تبديد القائمه من يوم لثلاث سنين وفقا لنص الماده 341 من قانون العقوبات. طيب الزوجه خدت قايمتها ورفعت قضيه والزوج اثبت انها خدت القايمه، خلاص ما بياخدش عقوبه، ولا هي بتاخد عقوبه؟ هتاخد عقوبه ليه؟ ما هي استلمت. طب ما ده برضه ظلم للراجل، حرام يعني هي خدت الحاجه ولما هي ثبتت ان هي خدتها. اسمحي لي اقول لحضرتك حاجه، ما تضحكيش. امتى ظهرت مشكله القايمه؟ يعني او نسبه الطلاق ارتفعت في مصر امتى؟ ارتفعت من فتره قريبه. لكن زمان ما كانش فيه حاجه اسمها قايمه، ما كانش فيه قايمه. انا اتجوزت من غير قايمه، انا بقالي 25 سنه متجوز من غير قايمه، تمام، ومستمر. هتتحسد يا دكتور كده على الهوا لو سمحت. لا، اصل هي الفكره في ايه؟ الزواج لو حقنا نحسبها بشكل مادي، مين ليه عند التاني ايه، اكيد هيفشل. صح، لكن صح. الزواج هو مشاركه معنويه واجتماعيه. طيب احنا عموما كاميرا كلام البنات يا دكتور والاساتذه، احنا نزلنا الشارع وسالنا البنات رايهم في القايمه، تيجي نشوف، تعالوا نشوف راي البنات والسيدات لما سالناهم عن رايهم في القايمه، ونرجع لكم تاني. مش موافقة، لأن دي عادات وتقاليد قديمة. موافقة يكتب لي قايمة؟ لا، مش موافقة تقريبا يعني، أو ما تفرقش معايا قوي، لأن أنا شايفة أنها حاجة برضو مش بتضمن قوي الحق، وبرضو أن أنا لو ماشي حتى لو واحد هيتجوزني وعايز مثلا هيطلع عيني أو عايز أتطلق منه، مش هتفرق معايا القايمة. أكيد طبعا موافقة يكتب لي قايمة، عشان القايمة دي حافظ بيها على حقوقي. أكيد موافقة، لأن ده من حقي، أنا مضمنش يعني بعد كده هكمل مع الشخص ده ولا لأ. طبعا لازم أحفظ بيها حقوقي، محدش مضمون أصلا اليومين دول. لا طبعا مش موافقة، لأن أنا شايفة أن الجواز بيبقى أبسط من كده بكتير، يعني مش محتاج التعقيد اللي احنا بنعملها دي كلها، وقايمة ومؤخر والحاجات الغريبة دي. طبعا، هو ده سؤال؟ لا، بسبب ان بيحصل بسببها مشاكل كتير جدا. مش موافقه ان يكتب لي قايمه، لاني هو هامنه على حياتي، مش هامنه على شويه حاجات. لا موافقه طبعا، علشان اسباب كتيره، يعني ضمان حق، يعني انت مش ضامنه، الحب دايما مش وسيله لكل حاجه. لا، عشان هي بتسبب مشاكل كتير. الحقيقه انا مش موافقه ان يكتب لي قايمه قبل الجواز، لان هي كصوريا انا حتى لو حصل انفصال انا مش هحب ان انا اخد حاجتي بيها. موافقه طبعا، عشان دي حفظ حقوق، يعني بعد كده مش محدش عارف ايه اللي هيحصل بعد كده. اكيد طبعا موافقه، لان ده بيضمن لي حقي كواحده، يعني عشان ما فيش حد بثق فيه دلوقتي خالص. هو عامه من حق الزوجه ان هي تكتب لها قايمه، ان القايمه دي بتضمن حقها. بعيد بقى عن قصه الحب، احنا كده هنخالف الشريعه الاسلاميه. طيب يعني احنا سمعنا اراء كمان متباينه ومختلفه، اخد راي حضرتك على او تعليقك على هذا التقرير. بصي، هو في نسبه عدم وعي شويه في الاراء، البنات شكلهم صغيرين في الجامعه، عايشين بقى الحب والشوق بس في منهم عندهم وعي، ففي بنت بتقول لك الحب وحده لا يكفي، يعني ده حقيقي، الحب مش هيضمن. هو المفروض ان احنا داخلين شراكه، داخلين بناسس بيت سوا، بنبقى متفقين على كل حاجه، احنا ليه ما نفكرش ان احنا لو حصل في يوم من الايام ما اتفقناش ما ننفصلش باحترام؟
والقايمه هتبقى بالظبط، والقايمه جزء من ضمانات ان احنا هننفصل باحترام. في ناس كتير لما بتيجي تنفصل، طب انا جبت ايه وانت جبت ايه، فخلاص كل حد بياخد حقه. طيب. فايه المشكله؟ صح. زي ما الشقه كده بتفضل للام طالما ان هي حاضنه، مش حاضنه فهي ما بتمسكش في الشقه وتقول لا والنبي انا عايزاها يعني. فالمفروض ان يبقى في تفاهم اكتر من كده يعني. طيب خلينا هنتكلم مع بعض تاني، وبرده معانا تليفون ونشترك كلنا في الحديث مع التليفونات. معانا ناهد. الو، السلام عليكم. عليكم السلام. هستاذنك وطي التلفزيون خالص واسمعني من التليفون. طيب حاضر. اتفضلي. حاضر. لو انا بقول لحضرتك، طبعا انا طبعا مع راي ضمان الحقوق، لان الثقه دلوقتي ديت حاجه مش خالص ما عادتش موجوده. بس انا بستاذن حضرتك لو سمحت، ممكن اسال بس الدكتور ايمن سؤال في دقيقه واحده؟ طبعا اتفضلي. في دلوقتي عقود عرفيه مضى عليها 15 سنه، هل حضرتك متقدم بيها دعوه استحقاق في ميراث؟ هل العقود دي عندها علي صوتك شويه ناهد، معلش علي صوتك عشان الدكتور مش سامع. هي عندها عقود عرفيه بقى لها يعني اكتر من 15 سنه. اتفضلي. بقى لها اكتر من 15 سنه مقام بيها دعوه استقطاع حق. استقطاع حق. تمام. السؤال فين؟ السؤال فين بقى؟ احنا دلوقتي في ميراث، وال يعني جزء من اللي هم يعني مشتركين في الميراث قدموا عقود عرفيه فايت عليها اكثر من 15 سنه، ما عملوش عليها اي حاجه قانونا، ومقدمينها وبيقولوا احنا عايزين نعمل بيها استقطاع حق ورافعين دعوه استقطاع حق. هي قصدها يمكن ان العقود العرفيه دي تجوز يتقدم بيها في المحاكم؟ لا، هي يبدو ان في ميراث. طيب. وفي تباين. مجموعه من الورثه قدموا عقود بيقولوا فيها ان ليهم جزء من التركه. ما يدخلش ضمن تقسيم التركه. تمام. دي دعوه بتنظر امام محاكم مدنيه، علشان كل طرف من الاطراف، يعني الطرف اللي بيقدم العقود دي بيثبت ان عمليه البيع دي تمت. والطرف الاخر بينكرها. لو ودي لازم بتحل خبير. لان هنا زي ما هي قالت عقود عرفيه، فهم بيجحدوا الصوره التوقيع بتاع المورث اللي هو توفى، والتانيين بيتمسكوا، كل طرف من الطرفين بيجيب شهود، والخبير بيقول بقى الحق هنا فين. لو ثبت ان العقود دي حقيقيه وتم البيع بالفعل، المده ملهاش اعتبار. فده يستقطع من الميراث. لو ثبت العكس يدخل ضمن الميراث. طيب خلينا ناخد تليفون تاني. معانا محمود. محمود اهلا بيك. السلام عليكم. عليكم السلام. محمود هستاذنك علي صوتك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. والله انا عندي سؤال بسيط كده عايز اساله. اتفضل. يعني دلوقتي انا جايب شبكه ب 10,000 جنيه، هل من المعقول ان انا اكتب في القايمه امضي على ذهب ب 40,000 جنيه؟ امضي عليه، والعلم انا عندي اكثر من صديق ليا انفصلوا واكتشفوا ان القائمه فيها حاجات ما جاتش اصلا. يعني هم كاتبينها وهي مش موجوده في البيت اساسا. مش موجوده. دلوقتي انا حقي فين؟ اضمن حقي من مين؟ طب وانت ازاي لما اصحابك دول او اصدقائك هم بيمضوا على حاجه، ازاي يمضوا على حاجه هم ما قروهاش اساسا؟ على اساس الثقه، ان في ثقه. لكن للاسف في ناس واخده الجواز تجاره. دكتور ايمن بقى ترد على النقطه دي. هو حضرتك سالت السؤال انا عايز اساله. يعني انت مضيت ليه؟ يعني النهارده حد بيتقدم له قايمه منقولات، تمام؟ هو الحاجات اللي جابتها الزوجه بنكتبها في القايمه، عايز يجاملها شويه الحاجات اللي جابها كمان. لكن انت بتمضي على قايمه وما انتش عارف مكتوب فيها، وبعدين نرجع نقول احنا دايما بنقول القانون لا يحمي الناس الطيبين. هو طيب شويه. بعدين طيب اذا كانت الناس اصلا بتبوظ جوازات علشان القايمه، فانت ما بتقراش بتمضي وخلاص ازاي؟ لا يعني، وانت يا محمود يعني انت بتقول اللي جايب شبكه ب 10,000 جنيه لو هتكتب قايمه، لا انت لازم تقرا بدل المره مليون الف مره. وامضي على 10,000 جنيه مش 40. بالظبط. قصه ال 10,000 وال 40,000 هو اللي بيحصل في الاسر، وخصوصا في الارياف، ان هم بيبقوا طالبين شبكه بقدر كبير، سي 50 سي 40. فهو بيقول انا دلوقتي يا جماعه مش مقدرتي غير ال 10,000 او اجيب دبله بس ب 2,000، فبياخدوا الفرق قيمه الذهب نفسه وبيحطوه في القايمه ضمانا للحق. بالظبط. وهو لما يبقى يتيسر له يبقى يجيب لها، او ما يجيبها لهاش فهي بتبقى موجوده معاه. طيب خلينا ناخد كمان ام هشام. اهلا بيكي. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا بيكي. لو سمحت ممكن اكلم الدكتور ايمن؟ دكتور ايمن سامع حضرتك، اتفضلي. لو سمحت يا دكتور، لو واحده اتطلقت وما خدتش حاجتها وزوجها توفى، تعمل ايه؟ زوجها توفى، المنقولات دي عند مين؟ يعني المنقولات يعني حاجتها اللي هي المنقولات يعني عند مين؟ في منزل الزوجيه؟ نعم. المنقولات دي في منزل الزوجيه؟ اه،
العقمه الزوجيه خلاص او ما خدتش اي عقاب. ترفع دعوه استحقاق على الورثه على اهله وتستلم المأخوذات، لكن هي مش نقدر ان ترفع دعوه تبديد، لان دعوه التبديد هي بتبقى العقوبه فيها جنائيه، والعقوبه الجنائيه عقوبه شخصيه، فبيبقى بترفعها على اهله على الورثه دعوه يعني استحقاق. هي بترفع بنفس القائمه ترفع دعوه على الورثه كلها ما خدتش اي حاجه خالص. نعم ما خدتش اي حاجه، حتى الولاد موجودين معاها حتى ما فيش مصاريف لهم حتى. تقدر ترفع على يعني اخواته او والده الأم دعوه نفقه، الاب مش موجود، الام والجده يعني هو الاب توفى مش موجود، يعني توفى الزوج توفى وابوه توفى. طيب اخواته موجودين له اخ، ولو حالهم ميسور تقدري ترفع عليهم دعوه نفقه. طيب لا ميسور يعني هي ترفع عليهم بتاع دعوة نفقة. طبعا ده لو حالهم ميسور. لو حالهم ميسور هي النفقة تدور مع يسار الشخص او اعصاره، يعني هو لو ما عندوش ما خلاص. طيب انا بشكرك شكرا جزيلا ام هشام. معانا حمادة اهلا بيك. اهلا بحضرتك يا فندم. اتفضل يا فندم. اولا كل الشكر والتقدير لحضرتك على وجه الخصوص والصلاة الحضور كل الشكر والتقدير ليهم. واسمح لي بعد اذن حضرتك بس اوجه سؤال للدكتور ايمن بما انه هو الممثل القانوني في القضيه. طبعا وسامح حضرتك اتفضل. بعد اذن حضرتك دكتور ايمن، هو في حاله حضرتك ما يكون الزوجه متمرده سواء اذا كنت مع القايمه او ضد، انا بتكلم في النهارده الزوجه متمرده. القايمه ولا ضد القايمه؟ تمام. هو دكتور ايمن هنا بيمثل الراي القانوني. انا ولا ضد، انا بتكلم في جزئيه ثانيه خالص. النهارده ضمانها للحقوق، احنا بنتكلم حضرتك في الحقوق. فخلينا نتكلم في الجوهر بعيد عن الشكليات. ولا في ايد القايمه ده مش مشكله. لكن الجوهر هنا لما تبقى الزوجه النهارده حضرتك موفر لها كل سبل السعاده وكل سبل الراحه، تمام، حضرتك النهارده متمرده على عيش الزوجيه لسبب او لاخر، تمام، احنا ما بنقولش احنا ملائكه، ولكن احنا بنتكلم في الحقيقي اللي يرتضي ضميرنا. يعني الزوجه النهارده متمرده، يبقى حضرتك ايه الحل النهارده؟ ارفع عليها ده. بص ما فيش في القانون حاجه اسمها زوجه متمرده، في حاجه اسمها زوجه ناشزه، تمام، والنشوز لا انا حضرتك ما فيش في القانون زوجه متمرده. لا ما فيش في القانون واحده متمرده دي، انت عايز بقى اخصائي اجتماعي، انا اكلمك قانون. لا اسمح لي يا دكتور ايمن، بقول لحضرتك متمرده على الحياه، متمرده على العيشه اللي هي عايشه، هي مش عاجباها العيشه بالظبط زي ما الاستاذ قال. دي مالهاش اي حاجه في القانون، مالهاش حاجه في القانون. انا بقول لحضرتك انا مش بتكلم من واقع القانون. اسمح لي بعد اذن حضرتك يا دكتور ايمن، اسمح لي بعد اذن حضرتك. بس هي عايشه معاك، معلش حماده، هي عايشه معاك في نفس البيت؟ في نفس البيت. يعني مش سايبه البيت حاليا دلوقتي مش ما فيش حياه دلوقتي، مش انا اللي بعيد عن البيت احتراما لوجود اطفال، فانا بعيد عشان ما يبقاش في خلافات اكتر من كده قدام الاطفال. يعني انت سايب البيت وقاعد بره يعني مرضاه نفسيين. انا والله شوف بص طب اسمح لي يا استاذ حماده. طيب انا بشكرك يا استاذ حماده شكرا جزيلا. اسمع رد دكتور ايمن من خلال التليفون. القصه دي هي هتخرجنا شويه عن الموضوع، بس في عجاله كده، انا كنت طلبت قبل كده ان يكون في حاجه اسمها الطلاق الشيك. طلاق الشيك يعني ايه؟ لو استحالت العشره بين الزوجين حتى الشرع قال حكما من اهلها وحكما من اهل. احنا عندنا حاجه اسمها لجان تسويه. اللجان دي هي ناس بتؤديها كوظيفه، يعني موظفين في المحاكم. دي موجوده في محكمه موجودة الاسره موجوده في المحاكم بس هي موظفين مش متخصصين. انا نفسي متهيألي متخصصين، مفيش حد مش متخصصين، اخصائيين اجتماعيين موظفين. انا عايز تخصص من هنا من جوه، يعني يبقى في ناس متخصصين علماء نفس وعلم اجتماع وقانونيين. أوكي. ويبقى حاجه اسمها ما اتفقناش يجيبوا حد من اهل الزوجه وحد من اهل الزوج. الزوج ما بيجيش يا دكتور في القعده، مش مهم يجي الزوج او الزوج، انا مش عايز الاثنين هيكذبوا. هي هتقول هو وحش وهو يقول هو يعني العكس، يعني الاثنين عمرهم يقولوا الحقيقه، لكن بيختار حد من الاسره دي. والاسره دي الاسره المصريه هي امن قوم مصر، ما ينفعش ابدا نسيب الامور لغايه دلوقتي كده بالشكل. احنا قاعدين بنتكلم في قايمه وبنتكلم في الزوجه لو انفصلت والقايمه هتروح فين وكل الكلام ده، ومع ان القايمه دي مش من الاصول الشرعيه للزواج. وعمرها ما حمت زوج، على فكره عمرها ما حمت زوج. انا شفت زوجات كتير تنازلت عن القائمه عشان بس ده حقيقي، هي يمشي. بتطلع زي ما بنقول ايه كده، بتنفد بهدومها. انا طبعا كان نفسي ان يكون الحوار اكتر او اكبر من كده، بس للاسف اكيد زي ما بقول دايما الحوار بقي. انا بشكركم شكرا جزيلا دكتور ايمن عطله المحامي والخبير القانوني، بشكرك يا دكتور. كمان استاذه فاديه عبود الكاتبه الصحفيه، بشكرك استاذه فاديه. كمان استاذه اماني الهواري الكاتبه الصحفيه، بشكرك. عندنا كلام كتير جدا، هنروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع الفنان الشاب باهر النوي، لكن بعد الفاصل.
ورجعنا لكم تاني في كلام بنات، وانا قررت ان انا اللي هبتدي الفقره دي، ومعانا المذيعه الشابه ساره، الفنانه الشابه ساره حنفي. يعني مبسوطه جدا انا موجوده معاكم في كلام البنات، زهقت جدا من الريد كاربت، بفكر اعتزل يعني. باهر بجد النهارده قرر ان هو اللي يقدم الفقره، لان هو بيعمل حاجات كتير قوي في حياته الحقيقه، يعني لانه مفيش حد بينجح مره واحده، لازم تمر كده بمراحل كتير عشان توصل لهدفك اللي انت عايزه. فضيفي الفنان الجميل باهر النواهي بدا السلم من اوله، مصور، مساعد مخرج، ممثل اعلانات، لحد ما ظهر بشكل قوي جدا جدا في مسلسل الاب الروحي اللي كان بدايه توهجه الفني، وطبعا اكيد هنشوفه قريب كمان مع المخرج الكبير خالد جلال، مسرحيه، جمهور، لايف، حاجه قويه جدا. فانا برحب بضيفي الجميل الفنان الجميل الشاب باهر النواهي. باهر ازيك؟ اهلا بيكي. انا اللي هسالك بقى، احكي لنا عن بدايتك في الميديا عامه يعني. انا بدايتي برضو نحت في الصخر كده زيك. وبحب ده، يعني انا ما بحبش اوصل كده فجاه. فانت بقى بالنسبه لك يعني، انت لسه هيسالني كتير. انا عايز اسالك طبعا. طيب انا اول مره قعدتي قدام الكاميرا كان ايه شعورك؟ انا كنت خايفه جدا، كان قلبي ده بيدق، كل المصورين كانوا سامعينه، كنت مش مرعوبه. كاميرا ولايف وبتاع، حاجه مرعبه. خلاص بقى كملي انت. طيب كده بص بقى دلوقتي انت نموذج يعني يحتذى بيه، لان انت اشتغلت حاجات كتير عشان توصل للهدف الرئيسي اللي انت عايزه، بس اكيد استمتعت بكل مرحله انت عملتها. اشتغلت مصور، مساعد مخرج، ممثل اعلانات، لحد ما بقيت ممثل درامي قوي جدا دلوقتي، موجود بقوه ما شاء الله، مسلسل عليه نسبه مشاهده عاليه جدا جدا، وكل الناس عرفتك خلاص، يعني بقيت بتمشي في الشارع كل الناس عارفاك دلوقتي. كلمني عن كل مرحله بقى في حياتك كانت عامله ازاي. بصي، انا ابتديت كوره، الموضوع كان بالنسبه لي حلم ان انا العب بروفيشنالي، وابقى كمان مش هنا، ابقى بلعب في مانشستر يونايتد، وكانوا بيقولوا عليا مجنون طبعا. بس وجات لي اصابه، فقعدت بقى في بيتنا، وقررت ان انا اخش جامعه، فدخلت جامعه اعلام. ولما دخلت في سنه اولى ابتدينا تصوير، ابتدوا يقولوا لي ان انت عينك حلوه، وان انت عندك فيجن مختلفه، وعندك بوينت اوف فيو مختلفه في التصوير، رؤيه مختلفه، فما تجرب تعمل كده. فابتديت اشتغل بروفيشنالي من سنه تانية، ان انا بصور فوتوغرافي، وجربت بقى افراح، وجربت حاجات يعني، عملت بجد كل حاجه. وبعدين ابتديت اخش في الفيديو، وبقيت بعمل زي اعلانات صغيره على سوشيال ميديا، تصوير بقى، من تصوير واديتنج، وبعمل الوان، وبعمل كل حاجه، بقيت بعمل الفول برودكت انا اللي بعمله ما شاء الله. وبعدين سافرت الغردقه، قعدت فتره، كنت برضو بعمل نفس الحكايه دي، ورجعت فتحت شركتي بقى، يعني بعد ما رجعت من هناك فتحت شركتي، وبقيت شغال مع الجامعه بتاعتي، مسكت الميديا بتاعتها لمده سنه، كنت بعمل كل حاجه ليها علاقه بالميديا، سواء بقى فوتوغرافيا، فيديو، الحاجات كلها اللي بيحتاجوها يعني. اه، كل الـ 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 التسويق اللي هم محتاجينه في الجامعه انت اللي كنت ماسكه. بالظبط بالظبط. وكنت لوحدي يعني، انا الطبيعي انه الشركه دي بتبقى فيها مصور فوتوغرافيا، ومصور فيديو، وواحد بيسوق للشركه، وواحد بيعمل، انا كنت ماسك كل ده. انت لوحدك كنت بتعمل كل بتلعب كل الادوار دي؟ كان معايا بس واحد صاحبي واخده معايا اسيستنت اسمه مارك عادل، كان بيبقى معايا يعني كان بيساعدني في حاجات، بس كان معظم الوقت انا اللي شايل الحاجات دي كلها. طبعا طبعا. بس دي يعني دي حاجه جميله جدا ومتعبه ومرهقه طبعا، بس طبعًا. لا يعني اكيد ضافت لك حاجات كتير وتعلمت حاجات كتير جدا منها. طبعا ورا الكاميرا بيعلمك كمان قدام الكاميرا حاجات انت ما بتبقيش عارفاها الا لو وقفتي ورا الكاميرا. ده صحيح، ده مظبوط جدا. بعد كده بقيت انت بقى اللي بتقف قدام الكاميرا بقى، ممثل اعلانات، عملت اعلانات مهمه جدا، كبيره جدا، معروفه قوي قوي. وبعدين وصلت بقى للحاجه اللي انت كنت بتدور عليها، كنت بتحبها، ممثل دراما. دي حقيقه. واول يعني خطوه ليك، انا عايز اعرف بقى ازاي جات لك الفرصه، ومين رشحك لمسلسل الاب الروحي، ذاكرت الورق ازاي اول ما جالك؟ هو انا كنت في الغردقه ساعتها، كان بقالي سنه واقف من التلفزيون، كنت عملت اعلان مهم ساعتها في 2015، كان في رمضان،
وكنت متوقع بقى ان انا بعد الاعلان ده مصر كلها هتكلمني وان انا هبقى انجم واحد في العالم وحاجات كده، وكنت ماشي بالطاقه دي، بس الحمد لله ما حدش كلمني لمده سنه، فضلت قاعد كده. فقررت اروح الغردقه اشم هوا كده لان انا زعلان بقى. فشفت هناك كانوا بيصوروا نيلي وشريهان، وانا جوه في اللوكيشن عمال اقول نفسي ابقى معاهم، ونفسي ابقى شغال زيهم دلوقتي، ونفسي ابقى في اي حاجه ممكن اقف هنا. طيب عايز ادور على مساعد مخرج ولا حاجه. فجالي تليفون من واحد صاحبي كان معايا في الجامعه، حاتم هشام، قال لي انه في، هو دلوقتي في شركه فنون مصر شغال معاها، وهم بيدوروا على وجوه شابه، وهو بيقول لي ابعت لي صورك وقدم وكده عشان احنا محتاجين. يعني حاتم هشام ده بيبقى مهم قوي في حياتنا على فكره. ما هو بس هو كمان كان عارف الباك جراوند بتاعتي وقد ايه انا كنت مهتم بالموضوع ده. ساعه لما يعني لما كنت بعمل كاستنجز وبعمل كده، كنت كل يوم ممكن اروح المكتب. عارف انت جد قد ايه في الموضوع. فقدمني بقى بشكل كويس، وهناك قابلت استاذه ايه رؤوف واستاذ ريمون، وهم رحبوا بفكره ان انا ابقى موجود معاهم. واستاذ ريمون طبعا اداني دفعه كبيره جدا ان انا ابقى موجود، وقابلت رامي الجندي، قابلت ناس كتير قوي مهمه، واستاذ بيتر ميمي واستاذ هاني سرحان، كلهم بجد ادوني طاقه ان انا اعمل ده وابقى كويس فيه وابقى بالشكل اللي احنا شفناه. يعني ما حسيتش برهبه شويه انه يعني طبعا المنتج الكبير ريمو مقار ومحمد محمود عبد العزيز طبعاً منتجين كبار وعملوا حاجه كبيره، وانت عارف انه اكيد هيبقى عليها نسبه مشاهده لانه انتاج قوي وضخم وفي ممثلين كتير جدا ومهمين. ما كانش عندك رهبه شويه انه يعني اول حاجه كده هتبقى عليها العين قوي، مش هلحق اتدرب، مش هلحق اعمل حاجه؟ بالعكس، انا كنت متحمس جدا 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 جدا، وكان نفسي ابقى في البروجكت ده، لانه انا اول ما دخلت وقعدنا وعدينا تقريبا اول كاستنج وبقينا يعني قله قليله كده، فقاعدين فدخلوا علينا استاذ محمود حميده. يا ماما انا بقول يا ماما طبعا، لانه الاستاذ محمود حميده قامه كبيره جدا وفنان كبير وله رهبه، يعني من الشخصيات اللي لما تشوفها يعني تلتزم مكانك. انا كنت بحبه جدا في الوقت ده، يعني طول الوقت طبعا بحبه، بس يعني الوقت ده انا بالنسبه لي استاذ محمود حميده ده حاجه عظيمه جدا. بالظبط. فانا لما دخل انا كنت هعيط، انا طب انا عايز ابقى في المسلسل ده يا جماعه، ما فيش بقى، انا همثل خلاص، يعني تاخدوني بقى مش هتاخدوني، انا جاي امثل معاكم. بس انت فعلا اللي يتفرج عليك يعني تاتش وود، يعني تحس ان انت كان في اعمال قبل كده، يعني ما تحسش ان ده اول عمل ليك. التعامل بقى مع الفنان الكبير محمود حميده، وانت اصلا كان ليك شوطات معاه، كان في شوتس انت عاملها معاه، فالتعامل معاه كان عامل ازاي؟ واحنا عارفين ان هو يعني شخصيه ليها ثقل يعني جوه اللوكيشنز والحاجات دي. انا برضو كنت بتعامل من منطلق ان هو ابويا في المسلسل، والحب الزياده اللي عندي ده، انا كنت يعني انا تقريبا كنت غلس بالنسبه له، لان انا طول الوقت عايز ابقى واقف جنبه، فما كنتش حاسس بالخوف ده قد ما انا بحبه جدا، وقد ما انا عايز ابقى طول الوقت جنبه وبحاول اتعلم منه اي حاجه وبحاول افهم منه حاجات كتير، لان انا متاكد ان هو من اقوى الممثلين اللي موجودين، وعنده خبرات وهميه، فعايز اخد منه اي حاجه، عايز اتعلم منه اي حاجه. انت خرجت وانت متعلم ايه من القامه الكبيره محمود حميده؟ ولا اي حاجه. لا لا بص، اتعلمت منه ان انا ابقى ملتزم في ميعادي، ان انا ما بقاش ما تعملش من منطلق النجم اللي الناس شايفاه، اللي هو الناس اللي بتقول انه النجم ده مفروض ان هو يبقى قافش ويبقى بيجي مش في ميعاده. الفيلن ده ما مش فيلن خالص، هو بيتعامل بشكل محترم وكويس وبيجي في ميعاده، وحتى لو اللوكيشن اتاخر في ان هو ما يبقاش موجود ما بيتضايقش وما بيعملش مشاكل. والله شيء جميل جدا بصراحه. حاجه ممتعه كده. احنا بنحب نعرف الناس جوه الكواليس والفنانين الكبار اللي احنا بنشوفهم ستارز كده في السما بيبقوا عاملين ازاي جوه اللوكيشنز. انتوا بقى كشباب كنتوا بتتعاملوا ازاي مع بعض؟ والمسلسل كان فيه ناس كتير وجوه شباب كتيره جدا. احنا كنا بنتعامل كعيله، يعني احنا من اول ما دخلنا واحنا داخلين بطاقه حب، مفيش حد بينافسن على حد، مفيش حد شايف ان هو احسن من حد، كلنا سواسيه، يعني مفيش حد بيحاول يعني زي ما بيقولوا يعلي على التاني، ولا
كلنا شايفين وكلنا بنساعد بعض وكلنا لما بنشوف بعض بنتبسط. يعني في حالة الطاقة اللي كانت في الحب دي، الحب بتاعنا طالع في السينز. أيوة. احنا يعني اكتر حاجه حببت الناس في المسلسل هي روحنا مع بعض. احنا حسيناك وعيله العطارين فعلا وحبينا جدا فكره الوجوه الشابه اللي شالت حاجه مهمه. ومن الناس اللي قالوا الكلام ده لما كانوا موجودين معانا هنا الله يرحمها الفنانه الجميله غروه، واتكلمت كتير جدا عن فكره روح الجماعه والفريق العمل والحب اللي كان بينكم جوه اللوكيشنز. كلمني انت، كان في برضو شوطات كانت بتجمعك معاها، فكلمني عن الشغل مع الفنانه الجميله الله يرحمها غنوه. هي يعني بني ادمه محترمه وجميله، وانا يعني انا اكتر حاجه انا فاكرها اخر سين احنا عملناه، لان هو كان احلى سين احنا عملناه مع بعض. هي كانت قلقانة جدا ونفسها تعمل المشهد ده أحلى حاجة في الدنيا، ونفسها يطلع بشكل يبقى عظيم، يعني يبقى حاجة مشهد، عشان ده كان آخر مشهد ما بيني وما بينها خلاص. ده في التصوير عامة ده كان آخر مشهد ما بيني وما بينها، وفي المسلسل كان آخر مشهد بننفصل عن بعض. فهي كانت قلقانة وكان نفسها تعيد وتزيد في المشهد، وانا عمال ارخم عليها واقول لها لا خلاص مش قادر بقى، خلاص مش عايز اعمل كده تاني وبتاع. فتقعد تقول لي عايزين نعيد، عايزين نطلع بشكل كويس، وانا لا خلاص راجعنا بقى، اللي راجع واللي ذاكر بقى. ايوه الناس اللي هي بتبقى بتوتر دي في الاول. فهي متوتره جدا وعماله بقى تحاول انها تعيد الموضوع، وانا مش عايز اعمل كده، لغايه ما عدناه مره وبعدين دخلنا عملناه. انا حسيت ان انا فرقت، وحسيت ان غنوه هي اللي ادتني الفرق ده، يعني هي من عينيها واحساسها وصل لي ان انا بقى احسن. فبعد ما المشهد خلص انا رحت قلت لها انت كنتي عظيمه في المشهد ده، وهي كانت مش مصدقه، تقول لي لا انا كنت كويسه فعلا، لا والله يا بنتي كنتي عالميه النهارده، والله كنتي احسن مره يعني مثلنا فيها مع بعض، واحلى مره كان فيها كيمستري، واحلى مره كان. فانا مبسوط فعلا ان احنا عملنا كده. سبحان الله، يعني هي كان نفسها جدا، قعدت تتكلم عن احلامها وامانيها، ان هي كان نفسها جدا تبقى حاجه مهمه، خصوصا في التمثيل كمان مش في الغنى. فالله يرحمها طبعا، واكيد منوره هي اكيد في مكان تاني طبعا، زي ما كانت منوره كده في وسطينا فنانه جميله الله يرحمها. باهر، انا عارفه ان انت كمان في خطوه مهمه جدا هتخطوها الفتره القادمه، وهي المسرح. دي حقيقة. وفكره المسرح دي بتبقى يعني زي الهوا كده لاول مره لاي حد، بيبقى فكره مرعبه شويه. فكلمني عن الخطوه دي، مين رشحك؟ طبعا المخرج الكبير خالد جلال. عايز اعرف دورك هيبقى عامل ازاي، وكلمني اكتر عن الخطوه دي. بصي، هو انا استاذ خالد جلال، انا مقدم في الورشه بتاعته من حوالي 3 سنين مثلا او 4 سنين. هو لسه كان عنده كذا بروجكت كان لازم يخلصه الاول، بعد الليل وسلم نفسك، والفتره دي اخذت حوالي 3 سنين. فبعد ال3 سنين دي ابتدى يشوف بقى مين اللي كان مقدم. فانا واحد من الناس اللي كانت مقدمه، وهو منقي المره دي بالفرازه كده، يعني واخد ناس بجد مهمه وناس بيدقق قوي في اللي هيختارهم. يعني هو المرة دي عايز يخلي الموضوع في حتة تانية، فهو عامل المرة دي سينما مصر. سينما مصر دي مفروض انها مشاهد يعني من تاريخ السينما اللي احنا بنحبها جدا، وهتبقى معمولة بشكل مسرحي. الله، دي حلوة جدا. هتكلمني عن دورك ولا؟ ما هو يعني ما اقدرش ان انا احرق بقى في الحاجات دي، بس انا اكسايتد جدا، لانه اول مرة اعمل مسرح، وطبعا المسرح ده اقوى حاجة في التمثيل. يعني هو انت بتبقي الفيدباك ما بينك وما بين الجمهور 3 ثواني. الرصاصة يعني. يعني عملتي حلو عديتي، ما عملتيش حلو لبستي في الحيط على طول. طبعا ده المسرح ده الى الان بيبقى فنان كبير ومهم وعنده باع طويل ومشوار طويل في المسرح، كل ما بيقف على خشبة المسرح بيبقى قلقان. دي حقيقة. خايف جدا. دي حقيقة. لا، بتهيألي كمان هي هتبقى خطوة مهمة جدا في حياتك، هتنقلك نقلة تانية خالص يعني. ومين
مين الكوميديان اللي انت دايما بتحب تتفرج عليه بيضحكك؟ هو انا بصراحه احمد حلمي، يعني انا بشوف اي فيلم من الافلام بتاعته اللي هو بيبقى طالع عشان كوميدي فور كوميدي يعني. بس انا شايفه ان انت تعمل كوميدي على فكره. والله بصي ده انت بره يا جماعه، انتوا مش فاهمين بره. ده مبدئيا خد موبايلي قال لي ازاي اسمك على الانستجرام حنفي، يعني طب مش انا يعني راضي ذمتكم، انا راضي ذمتكم. انا اتفاجئت على فكره، في بنوته زي القمر كده تبقى كاتبه حنفي 2662 يعني ما عامل بعمل تاج لقيتها حنفي. قلت لها لا ما ينفعش، لازم نغير الموضوع ده ونخليه بقى ينفع كده. بس غيرهولي على فكره يا جماعه، بقيت ساره حنفي زكي، فعشان أيوة لا يعملي فول ولا حاجه، ساره حنفي زكي. طب بس انا بسالكم يعني راضيه ذمتكم، في ضيف يجي يعمل كده مع مذيع هات الموبايل بتاعك، يعني ايه اسمك حنفي على الانستجرام وبهدلني بقى، يعني مش قادر اقول لكم عمل فيا ايه بره. بس انا عايز اقول لك على حاجه، انا انبسطت جدا بوجودك معانا النهارده. انت شخصيه عفويه وطبيعيه جدا على الحقيقه، لانه احيانا بنشوف شباب لسه يعني بيطلع عمل حاجه بومينج والناس اتفرجت عليها وكل حاجه زي اللي انت عملتها، بس بيبقى فاكر انه عشان يبقى نجم لازم يبقى منفوخ قوي. فانا مبسوطه منك جدا وفرحانه جدا بيك، وشايفه انه المستقبل قدامك مهم جدا وهيبقى فيه خطوات حلوه قوي قوي ليك ان شاء الله. بشكرك. عايزين بقى نختم الحلقه. هتختمها؟ ماشي. ما تختم اختم انا ولا طب اختم انا بقى؟ ماشي طب اختم انا بقى. احنا طب اشكرني بقى يعني في شكر حتى. ما انا لسه بقول طيب. اشكر الجمهور الاول اللي بيتفرج علينا. انا بشكر كل الجمهور اللي اتفرج علينا النهارده، وبشكر طبعا ساره حنفي اللي هي حنفي 262 على الانستجرام على الانستجرام. ماشي يا باهر ماشي. وان شاء الله يعني في لقاءات ثانيه اكيد، وفي بقى لقاءات ثانيه كتير هتيجي بعد الفقره دي، وعايزكم تتفرجوا عليها وتتبسطوا ان شاء الله يعني. اكيد طبعا. ولسه كلام البنات ما خلصش، اكيد لسه في فقرات ثانيه مختلفه. ازاي نحمي نفسنا من الامراض؟ يعني ما اروحش للدكتور، ازاي ده ممكن يحصل؟ هنعرف بعد الفاصل. حضراتكم اخر فقراتنا الحواريه في كلام البنات، ودلوقتي ضيفتي الحقيقه مميزه جدا، صيدلانيه واستشاري طب نفسي ايجابي، ومنها نعرف ازاي تكون الوقايه خير من العلاج، لكن هل فعلا بنطبقها في حياتنا؟ تقريبا لا، ما حدش بيطبقها، يعني احنا مقوله بس بنقولها. طيب اول ما بنحس بس بشويه تعب بنجري على طول ناخد يعني ادويه ورا ادويه، وما نبقاش عارفين الحقيقه ممكن تكون الادويه دي مالهاش علاقه اصلا بالمرض اللي احنا حاسين بيه. ضيفتي النهارده هتقول لنا ازاي احمي نفسي وصحتي وحياتي واولادي كلها قبل ما ادخل في دوامه المرض والدكاتره. ورا وقلم بقى كده ونكتب ورا دكتوره منى شوقي استشاري تنميه الموارد البشريه، وازاي احمي نفسي من الامراض. دكتور منى اهلا بيكي وبرحب بيكي، منورانا. دكتور ازاي اقدر ان انا احمي نفسي؟ زي ما بنقول الوقايه خير من العلاج، اللي هي الكلمه اللي احنا على طول الدرجه اللي ما بيننا، لكن احنا للاسف مش بنعمل بيها. فازاي اقدر احمي نفسي من الامراض اللي فعلا تخليني اقدر ان انا مضطره ان انا اروح للدكاتره؟ موضوع كبير قوي قوي، وهو ليه شقين. في مدرستين، فيه مدرسه تقول لك الحاجات اللي اشوفها بعينيا والمسها بايدي هي دي تبقى الحاجه اللي انا اصدق فيها. أوكي. زي ايه؟ الحاجات الرياضيه والحاجات الصحيه والادويه والحاجات دي كلها. والمدرسه دي لا تؤمن بمدرسه انه انا لو استعدادي النفسي، صحتي، مشاعري، مشاعري الروحانيه، مشاعري النفسيه، مشاعري العاطفيه، ممكن توديني في اتجاه تاني. في ناس تانية بتؤمن بالمدرسه دي بس، يقول لك طول ما نفسيتك حلوه هتبقى دي وقايه من الامراض، طول ما انت مكبر دماغك انت هتبقى سليم. بس والله لو نفسيه حلوه يا دكتور يعني مش هيبقى فيه فعلا ان احنا مش هنتعرض لضغوط نفسيه، السكر والضغط والقولون العصبي، بس في عدوى ساعات. فاحنا عشان كده بقى جايين نوازن بين الاثنين. عايزين نقول انه الحكايه قصتين او شقين. الشق الاول اللي هو الشق العضوي او الشق الحقيقي او الحاجات اللي بتبقى ممسوكه وملموسه. والشق الثاني اللي هو فيه الجزء الروحاني والعاطفي والنفسي والافكار الايجابيه والافكار السلبيه والتفكير الايجابي، لان في بعض الحاجات ممكن تتعالج بس من فكره. يعني ممكن لما بني ادم فكره الايجابي
ينقذه يخليه على قيد الحياة، واحد تاني تفكيره سلبي بيتوفاه الله، هما الاثنين عيانين بنفس الحاجة ومتشخصين في نفس اليوم وعند نفس الدكتور ونايمين على سريرين جنب بعض بياخدوا نفس العلاج، بس واحد بيعدي والتاني لأ. عايز أقول حاجة بقى مهمة وسؤال كتير الناس تسأله لي، ليه فلان وعلان الاثنين زمايل في نفس الحاجة أو نفس الشغل أو نفس المشكلة حصلت لهم هما الاثنين وده كان استقباله، جاله منها أمراض، جاله قولون عصبي، جاله سكر عصبي، جاله ضغط، جاله وده لأ. لأنه الاستعداد غير الاستعداد. يبقى هنا بقى نيجي نثبتها بأنه استعداد نفسي ولا المناعة أصلا حضرتك؟ المناعة، ما احنا هنتكلم بقى في دي. هنتكلم هي الحكاية يا ترى هي حاجة كده مجرد كلام ولا هي حاجة ليها شق علمي، وإزاي الفسيولوجي بتاع الجسم بيتأثر بالتفكير. لأنه جسمنا نفسه الدراسات 256 دراسة أثبتت أنه طريقة التفكير بتأثر على صحة الجسم. إزاي أن فكرنا ممكن يودينا لأننا نبقى عندنا صحة حلوة أو لا، وده لا ينفي برضو العلاج والأدوية والدكتور والطب، لأنه أنا أوريدي من الشق اللي بتاع سنين عمر كتير قوي قضيتها والناس بتاخد أدوية وأنا أوريدي واحدة من اللي شغالين في الحقل الطبي. فهل ده يعني هل ده مش هو العلاج؟ طب الحتة النفسية هل دي بتأثر على دي؟ حقيقة اتضح بقى ان كل خلية ليها عقل، وبلس حاجة مهمة انه التأثير النفسي والهرمونز اللي بتنتج في الجسم نتيجة للروحانيات، الحب، الحاجات اللي بيبقى فيها البني ادم راضي وعنده قناعة او اثناء ما هو كمان مستقر عاطفيا، بتخلي هرمونز زي الاوكسيتوسين والسيروتونين، دول هرمونات بتتفرز في المخ بتطلع تخلي الخلايا تحب بعضها، فكفاءة الأعضاء نفسها تبقى أعلى. طب ما هو إحنا خلينا بقى نقول، هو في حد فينا ما بيتعرضش لضغوط نفسية عاطفية مادية اجتماعية؟ كلنا عندنا نوع من أنواع الضغوط دي، فنعمل إيه؟ أتصرف إزاي؟ استقبالنا بقى، ما هو إحنا دلوقتي جايين دلوقتي عشان نقول للناس إزاي تستقبل، إزاي تفكيرك يبقى إيجابي أثناء الضغوط دي. هتحصل لنا كلنا الضغوط العاطفية والضغوط النفسية، بس هتلاقي واحد مر بأزمة عاطفية ونزل الشغل بتاعه يوم 2-3 وابتدى يبقى كويس، واحد تاني رقد في السرير نتيجة لأنه هو ده استسلم. صدقيني الخلايا بتحب بعضها فعلا، وبتلاقي أنه الخلايا بتتنافر مع بعضها لو هو ده أوردر أنه هو كاره للحياة أو كاره للوضع اللي هو مش فيه أو حتى مش راضي بالحياة بتاعته. أنا نفسي مريت بأزمة صحية كبيرة وكان التفكير الإيجابي سبب أني قاعدة قدامك دلوقتي. لولا التفكير الإيجابي كان زماني مش موجودة في الدنيا. بنشوف كتير كمان من مريضات السرطان عندهم يعني عندهم رضا، صح، راضين باللي هو فيه باللي هم فيه، صح. كان حتى عندنا ضيفه هنا من كام اول امبارح تقريبا كانت راضيه جدا باللي هي فيه وبتستقبل المرض بابتسامه، يمكن ده كان من اسباب الشفاء. يعني الشفاء فدي متهيألي حاجه مهمه جدا ان احنا نبقى عندنا مقبلين او محبين كمان للحياه. صحيح، التجربه دي انا عشتها والتجربه دي بقول لك انا لو ما كانش عندي التفكير الايجابي كان زماني دلوقتي واحده مش موجوده في الدنيا. فقصه ان احنا نستقبل المرض ازاي وازاي انه تفكيرنا، وعلى فكره اول خطوه في اول ما بيجيلي حد من مرضى الكانسر اللي هم متشخصه جديد ورافضه، فبنعمل حاجه اسمها قطع للرابط الذهني بين الموت والمرض. احنا مش بنموت علشان احنا عيانه، احنا بنموت لما عمرنا يخلص فقط، فبنقطع الفكرة أو الخيط اللي بيربط بين الموت والمرض. طريقة التفكير بتخفف، طريقة التفكير الإيجابي فعلا بتعلي المناعة بتاعت الناس اللي حواليا، يعني الناس المحيطين بيا كمان ليهم تالي دور مهم جدا في حياتنا. حلو قوي الناس اللي حواليا، بس الناس اللي حواليا هم مرسلين ومستقبلين منك. يعني هم الشخص بيبقى عنده انزعاج قوي من المصطلحات الكبيره، فكل الناس بتخاف من الامراض المشهوره زي الكانسر، الفيروس، الحاجات اللي الضغط، السكر، الحاجات دي كلها. فوانس ان احنا نسمع كلمه من الكلمات الكبيره دي الاهل بينزعجوا، فمش شرط ان الاهل هم اللي يكونوا الا في حاله الاطفال. يعني دايما لما بنشوف في 57 مثلا الامهات اللي هم بتوع الاطفال الكانسر بنتكلم معهم في ان انت العلاج. لو انت تقبلتي ان ابنك علاجه 3 ارباعه هو نفسيتك انت، لو انت اديتي له احساس ان احنا في مرحله وهنعديها والمرحله دي فيها شويه تعب، فيها شويه الم، فيها شويه امراض وهكذا. عايزه اقول لك على حاجه يا دكتور، احكي لك قصه كده حصلت لي يمكن انا شخصيا امبارح. واحده صديقه ليا بس بقالي كتير ما بكلمهاش، لقيتها بعت لي على الفيسبوك امبارح بتسال عليا. عايزه اقول لكم يا جماعه ان ازيك عامله ايه وحشتيني وانت فينك ومختفيه. قالت لي اصلا انا جالي كانسر في الرحم وهي مش متزوجه، وتم استئصال الرحم بتاعها. كم الرضا اللي هي حاسه بيه، كم انا كمستقبله
انا اتخضيت يعني، انا رحت ماسكه الموبايل انا اتخضيت مش عارفه ارد اقول لها ايه، بس كل اللي رديته اكيد ربنا ما بيعملش غير الخير، اكيد ده خير ليكي، ما تعرفيش الخير فين. ال- ال- الناس المحيطين والشخص نفسه لازم يكون هو عنده حاله من الرضا كافيه جدا. الناس اللي حوالينا برضو لازم يبقوا سبورت حتى لو هم من جوه متضايقين او رافضين الموضوع ده. صحيح. انا عايزه اقول لك على حاجه مهمه قوي اللي هي في ده رزق. يعني ما نقولش ان الرضا ده، محدش يجي يقول اصل انا كنت راضي عشان انا مذاكر كويس، محدش مذاكر المرض قبل ما يجي، محدش مستعد للمفاجآت قبل ما تحصل، لكن هو بيبقى رزق من عند رب العالمين، جزء كبير منه رزق وجزء كبير منه تهيئة. ربنا ما بيحطناش في مشكلة إلا ما بيكون عمل لنا إعداد وتهيئة للحاجة دي وخليك قدها. فأنت عارف أن وانس أن أنت في مشكلة يبقى هو قدها، فعشان كده أنا بقول لصاحبتك اللي كلمتك دي أنت قدها، فربنا سبحانه وتعالى مش هيحطك في اللي انت فيه ده الا اذا كان هو بيحبك قوي. احنا كده كده في الدنيا جينا في فتره وهنمشي، بس جيت وقعدت وكنت مؤثر وكنت راضي وكنت بتبني في بيتك اللي هناك، ولا جاي علشان تاخد من الدنيا كل حاجه وتقول ليه يا رب؟ احنا مش بنحاسب ربنا. يعني انا شفت النوعين اثناء رحلتي، انا بقى شفت اللي قاعده بتحاسب ربنا على انها في المكان هنا، وشفت اللي قاعده برده راضيه وقنوعه زي صاحبتك كده واكتر كمان بحالات كتيره قوي. علشان كده بنقول ان طريقه التفكير بتاعتنا وطريقه ان احنا عاطفيا مستقرين وطريقه كمان الارتباط بربنا سبحانه وتعالى بتخفف، هي دي اهم حاجه، الرضا ان احنا نبقى راضيين. وفعلا زي ما حضرتك قلتي طريقه او علاقتنا بربنا هي دي يمكن اهم حاجه. دكتور انا مبسوطه جدا ومبسوطه بحضرتك، وشك البشوش يعني دخلتي الفرحه والسعاده وفي كم طاقه ايجابيه كده انا نفسي خدتها من حضرتك. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور منى شوقي استشاري تنميه الموارد البشريه، نورتينا وشرفتينا. ثانك يو فيري ماتش. ميرسي جدا ليكي. عندنا زي ما انتم عارفين عندنا كلام كتير جدا، ان شاء الله نكمله بكره في حلقه جديده من كلام البنات. باي باي.